ينضم إلينا من تونس مراسلنا سيف الدين العامري. سيف، مرحبا بك. كيف تتحضر تونس اليوم لهذه التظاهرات وما هي الأهداف الفعلية وراء مطالب المتظاهرين؟ نعم، في الحقيقة بدأت فعليا بعض التظاهرات هنا في العاصمة تونس. نحن أمام النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وفي هذا الفضاء طبعا تجمع عدد من المنظمات الوطنية، لعل أبرزها رابطة حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وطبعا الصحفيين المنخرطين في نقابة الصحفيين. الهدف هنا في هذا التجمع الذي ورائي الآن في الحقيقة هو التنديد بالمرسوم 54 للحكومة التونسية، والذي تعتبره نخب تونسية ونقابة الصحفيين وآخرين طبعا أنه مرسوم يهدد حرية التعبير في تونس، وبالتالي هنا وقفة احتجاجية بالنسبة للصحفيين والنشطاء المدنيين ضد هذا المرسوم طبعا 54، والذي يضيق دائرة انتقاد الحكومة والسلطة بشكل عام. أما في مناطق أخرى من العاصمة على غرار شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة تونس، تتجمع أصناف عديدة من الأحزاب في الحقيقة، كل وشعاراته وتكتلاته السياسية. هناك خماسي يتكون من أحزاب كالتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات، حزب العمال وبعض الأطراف الأخرى، لرفع شعارات إصلاحية بالأساس تطالب بالتشاركية، وأيضا تطالب بوقف الدور الثاني للانتخابات التونسية نظرا لضعف الإقبال ونسبة العزوف الكبيرة التي شهدها الدور الأول من الانتخابات. أما في مناطق أخرى من شارع الحبيب بورقيبة ربما تتجمع أطراف أخرى قد لا تذكر أعدادها، ولكنها تطالب بربما إسقاط دستور 2022 وتغيير المنظومة بشكل عام والعودة إلى ما قبل 25 من يوليو 2025. إذن المشهد ملون في تونس في الحقيقة، متشكل من عديد الأطراف، ولكن الملاحظة الرئيسية التي نسوقها هي أن المواطن العادي، رجل الشارع وامرأة الشارع، متغيبة عن الذكرى 12 للحراك التونسي ومغادرة الرئيس بن علي للسلطة سنة 2011. من تونس مراسلنا سيف الدين العامري، شكرا جزيلا لك.